شركة الأنظمة الذكية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي Regional System Integrator، موجودين في مصر من 8 سنين وبدأنا في السعودية من أول السنة، موجودين في دبي من سنتين. أكتر من مرة شاركنا في ICT، والسنة دي بنشارك actually في ICT مصر 2024. احنا بنقدم System Infrastructure و Data Management و Cloud Solution و Data and AI و E-Payment Solution، والنهاردة بنتواجد في معرض كايرو ICT لأول مرة بنوفا سوليوشن. موجودين النهاردة بثلاث روبوتات ما دخلتش مصر قبل كده. روبوتس تقدر تانتجريت مع باك اند حسب العميل، حسب السيكتور بتاعته، بتقدمه من خدمات بيبقى تيلرد وكاستمايزد اكوردنج للعميل، لكن كلهم بيقدروا كمان ينتراكتوا مع بعض. بنعتمد في السوفت وير سوليوشن اللي بنبروفايده للعملاء الكبار على اي بي ام واتسون اكس سوليوشن، في جزء خاص باي بي ام كونفرزيشنال اي اي المعروف واتسون اسيستنت، لكن السوليوشن عامه باورد بواتسون اكس. النهارده هنلاقي معانا الروبوت اللي بيتكلم باللغه العربيه اسمه بورا، وعندنا اللغه الانجليزيه روبوت أسترا. تقدر تحصل منه على خدمات زي انك تاكتيفيت السيم كارد، تقدر تعرف رصيدك، تقدر تعرف اخر العروض، تقدر تابجريد الباقه اللي انت عليها. كمان حاطين بعض السامبل بانكينج سوليوشن اللي احنا بنعرضه النهارده برضو لاول مره. في عندنا جهازين، اللغه العربيه جودي واللغه الانجليزيه سامر، تقدر تساله الاسئله اللي هو تريند عليها حسب رغبات العميل عشان يساعدك خدمات مختلفه. فتقدر تساله اسئله زي ان انا مثلا عليا كام في الكريدت كارد، فيبتدي يسالك عايز مبلغ قد ايه، ويمشي معاك سايكل كامله ابطو ان هو بيقدم لك تل ان يقول لك المعلومه، شو ان هو يوريها لك بطرق مختلفه. على تخوفات الناس انه يبقى مسبب بطاله، هي نقطه تم التحدث عنها عالميا مش بس في مصر، بس هل هم توقفوا عن استخدام السوليوشنز دي؟ لا، العالم كله ماشي في اتجاه، ما ينفعش تتباطا اكتر من كده، لازم تبقى ماشي بنفس الوتيره، لكن تتعلم ازاي ما يضركش. بعض الوظائف اللي هيتم استبدالها بالروبوت، الناس دي محتاجه ان هي تتعلم مهارات جديده، نبتدي بدري من دلوقتي قبل ما يبتدي يسود في الماركت عشان يبقى بيتواكب مع سوق العمل اللي جايه. مهما تاخرنا في الاخر يحصل، فاحسن لنا كمصريين ان احنا نبداها دلوقتي بوجود اساليب تعليميه جديده زي اللي بدات فعلا وزاره الاتصالات. محتاجين بسرعه نبقى بنطور من نفسنا، احنا النهارده جايبين التكنولوجي ومعلمين المهندسين بتوعنا وعندنا ديفلوبر، لكن احنا محتاجين في مرحله ما نبقى احنا كمان بنصنع، وبالتالي انت لازم تبدا النهارده، ما ينفعش تخوفك ده ياخرك اكتر من كده على المسيره العالميه.